السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة فراخ بالبطاطس، ان شاء الله هتعجبكم. هنبدأ كده حلقتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجة هنجيب فرخة، هنفتحها من الظهر كده بالمنظر ده. بعد كده هنجيب فلفل وملح وكمون، كركم، بابريكا، معلقة صغيرة حبهان، ورق لورا، ماشي، واي خضار عندنا. بقى ناخد بقى الحاجات الجافة دي نحط عليها زيت زيتون وخل وصويا صوص، نقلبهم مع بعض كويس. بعد كده نحط نصها على الفراخ، نص الصوص ده على الفراخ. بس الاول نفتح، نعمل فتحات للفراخ كده عشان تتشرب كل الصوص ده. نحط النص بقى على الفراخ، والنص التاني هنخليه نحطه على الخضار. هنشرب بقى الفرخة كده كويس باللي احنا حطيناه ده كله بالمنظر ده كده من جوه ومن بره، نحاول ايه نتبلها كويس قوي. وبعدين نجيب صينية ونحط الخضار، نرص الخضار اللي عندنا كله. عندنا بطاطس وبصل، فلفل الوان، فلفل اخضر، شرايح طماطم، وعندي شرايح ثوم وشرايح، ونجيب كده جنزبيل ونبشره، ونحط الورق اللوري. كل ده نرصه في الصينية، ونحط بقى بقية الدريسنج دوت نحطه عليه على الخضار، ونحط فوقيه الفرخة. بعدين نحط حوالي ربع كوباية مية كده صغيرة بس عشان يبقى فيها ايه حاجة تستوي بيها، يعني ما تنشفش مننا. ونغطيها بقى بالفويل ورق الزبدة، نقفلها كويس. وبعدين نحطها في الفرن، بتقعد حوالي ساعة ونص ساعتين على حسب بقى الفرخة. بعد كده نطلعها بقى. بص، نحاول نجيب بقى اللي في الزيت اللي نازل دوت وندهن بيه الفرخة، بيلمع الفرخة ويخليها شكلها حلو قوي. بصوا الفرخة تبقى بتلمع كده، ما تبقاش شكلها حلو. بعد كده بقى هنجيب فحم نحطها على النار لحد ما تولع بقى، ونحط عليها شوية زيت صغيرين او حتة سمنة عشان ندخن بقى الفرخة بالبطاطس وكده، ونقفلها شوية، نقفل عليها بقى كده عشان ايه الدخان بتاع الفحمة ده يبقى فيها كلها، حوالي ربع ساعة كده ولا 10 دقايق. طلعها بقى وتبقى بالمنظر ده وبالهنا والشفا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة. والسلام عليكم.